امبارح احتفلت دار الأوبرا المصرية بمرور 36 سنة على افتتاح دار الأوبرا المصرية في احتفالية فنية كبرى، وده تأكيدا على دورها الريادي كصرح ثقافي مصري ومنارة أيضا للفنون والإبداع. شارك بالحفل أكثر من 500 فنان من جميع فرق دار الأوبرا. خلينا نتابع مع حضراتكم أبرز ما حدث في الحفل. ستة وثلاثين سنة أوبرا، ستة وثلاثين سنة من الإبداع، ستة وثلاثين سنة من الفن المتدفق، خدمة مجتمعية متميزة جدا في مجال الفنون. الحقيقة إن دار الأوبرا كانت منصة أغلب الفعاليات الثقافية والفنية في الستة وثلاثين سنة اللي ماضت ديت، الحقيقة قامت عليها. 36 سنة بتذكرنا طبعا بالأوائل خالص، الحقيقة فاروق بيه حسني وزير الثقافة اللي في أبان عهده طبعا تم افتتاح هذه الأوبرا، ومرورا على حقب كثيرة جدا وعقود كثيرة جدا كانت الأوبرا منارة كبيرة وبؤرة ثقافية وفنية للفنون المصرية والإقليمية والدولية. احتفال النهاردة مميز جدا، بيضم نخبة كبيرة جدا من التنوع الفني ما بين مدارس مختلفة في الأداء الحركي والأداء السمعي، وده مهم جدا بالنسبة لنا. والحقيقة إن النخبة ديت هتكون عندها التنوع الكبير إن تقدر ندي وجبة فنية وثقافية مميزة جدا في عيد ميلاد الأوبرا. الأوبرا المصرية زي ما حضراتكم عارفين أنشئت من يعني 36 سنة، فهي كانت تقريبا الأوبرا الوحيدة في الشرق الأوسط، وما زالت بتلعب دورها لحد الآن في الشرق الأوسط، وهي من أهم الأوبرات سواء في الشرق الأوسط أو في العالم. وزي ما حضرتك شايفة الوجود الجماهيري سواء من الجمهور المصري أو من الجمهور العربي أو حتى السفراء الأجانب، كلهم بيشرفونا لهم اعتادوا إن هم يحضروا في دار الأوبرا المصرية، إن هو يعتبر بيت من بيوتهم. مبنى عريق وأنا بحبه بحترمه جدا، ودايما ببقى حريصة إن أنا أحضر فيه يعني أغلب مناسباته أغلب عروضه بحاول إن أنا أحضرها. الأوبرا هي يعني هذا المكان العظيم اللي يجمع بين الثقافة والفكر والفن والمتعة، فأنا بالنسبة لي مكان مهم جدا في حياتي، ومن أجمل وقت في حياتي. مثلا أنا عرضت مسرحية كاليجولا، كان أول إنتاج لأكاديمية الفنون، وعرضناها هنا أسبوع في الأوبرا. لو أقول لك إن ده أمتع أسبوع في حياتي، أني وقفت على خشبة مسرح الأوبرا لمدة أسبوع أعرض مسرح، كان شيء رائع ومستوى الجمهور عظيم، وحقيقي كان فيه متعة كبيرة يعني لينا إحنا كفنانين وللجمهور اللي بيتفرج علينا. أحب أزورك في المغربية، أركب في نوكا أنا وحبيبي، ونغني في عيد ميلاد الأوبرا 36، 36 سنة. البرنامج يعني فيها حاجة حلوة، أحلف بسماها وبترابها، امسك في حلمك، حلوين من يومنا والله، بحبك وحشتيني، يعني في مجموعة شباب حلوين جدا إن شاء الله. شايف الأوبرا زي دلوقتي بعد مرور 36 سنة عليه؟ في تقدم كبير طبعا في الحفلات، فيها حاجات بصراحه كتيره جميله. طبعا استعداد الحفله ده كان متعب شويه، عشان عملنا كذا اغنيه اغاني وطنيه واغاني انها تفرح الناس بعيد ميلاد الاوبرا 36، وطبعا كل ده بفضل دكتور سهير دكتورتنا يعني الكورال. وبس في الاخر احنا بنقدم لكم الحفله دي عشان نفرحكم. والله احنا عملنا بروفات كتير جدا وتعبنا، والدكتوره سهير بصراحه ربنا يعني معانا وفي ظهرنا وتجرأنا ازاي نقف حتى في الغنى في السولو، بتجرأنا وما تخافوش يا جماعه، واحنا كلنا ما شاء الله جمال جدا وبنحب بعض. الحمد لله احنا بقالنا حب
البروفات وبنتدرب على الحفله الجميله دي، وبمساعده طبعا دكتوره سهير ودكتور سامح صابر ان الحفله هتطلع النهارده بطريقه كويسه وتعجب حضراتكم باذن الله. لا طبعا مبسوطه جدا عشان يعني الاوبرا ليها تاريخ عظيم جدا يعني، فيعني برده هي مكان سياحي عظيم برده.